تاني اكشن في فيلم مافيا؟ لا انا ما خفتش، انا كنت مش انا اللي خايفه، انا كنت خايفه من رد فعل الناس، كنت خايفه الناس تتفرج عليا فتحس ان ايه ده، دي مش منى اللي عماله تعمل اكشن وبتاع، بس حسيت انه كويس بعد كده تغيير. انت كنت عامله دوتو مع هنيدي ودلوقتي مع احمد السقا. مع مين؟ مين؟ مع احمد السقا. اوكي. هي ايه الحكايه؟ مفيش، الحكايه ان لما بيجي لي دور كويس ايا كان مع ممثل مين بشتغل معاه. بس لو كان ممثل مشهور وكويس. ممثل كويس لازم يبقى بيمثل حلو صح عشان نعرف نمثل. ممكن يكون لذيذ، يكون برضو دمه خفيف. دمه خفيف طبعا لازم. انتي اتبسطتي لما مثلتي مع كريم؟ هو لذيذ. لذيذ، ما انا عارفه انك بتحبيه. Mmm.